هاي محمود، ازيك؟ مش عايز اقول شهرة، انا قصتي اتعرفت علشان انا حد عمل حادثة شاي رباعي تام، انا عارفك على اخر الاطراف، ورغم كل ده ان انا تحديت الاعاقة اللي انا فيها وقالوا لي انت مش هتعرف تعمل اي حاجة تاني بعد النهاردة، بس نشكر ربنا من خلال فويس بروجرام، فويس ريكوجنيشن بروجرام حديث يقدر يتعامل مع الكمبيوتر مع الويندوز، ان هو كماوس وكيبورد في نفس الوقت. قدرت ان انا كنت في جامعه امريكيه، كنت مهندس في جامعه امريكيه، اتصلت بالجامعه، طبعا عرفت ان انا ما اقدرش اكمل اي حاجه خالص اونلاين عندنا في الجامعه، فاضطريت ان انا من خلال جامعات تانية بقى في امريكا ان انا اكمل دراستي من اول وجديد، فابتديت في الاسوشيتس وفي الباتشلر وخلصت 2 ماسترز، ودلوقتي بعمل في الدكتوراه في علم النفس الارشادي. مالو، انا محمود، عايز اسالك بقى، يمكن في الوقت ده وكان بعد الحادثه، يعني ايه اللي جه في دماغك؟ كنت بتفكر زي، طبعا كنت متخيل الصعوبات اللي انت ممكن تواجهها. انا معاك يا يوسف، لو حابب ان انت بص، تسال انا مالو طبعا في مش اي حاجه عايزك انا تتقل معاك، عليه اتفضل. خالص، بس انا عايزك تقول له يوسف بيقول لك انت عارف ان انت ستيفن هوكينج بتاعنا، انت ستيفن هوكينج بتاع مصر وبتاع العرب وبتاع الشرق الاوسط، انت عارف كده؟ صحيح، يعني يوسف بيقول لك طبعا ان انت اصلا يعني فخر لينا كلنا وفخر لمصر كلها، والناس كلها طبعا بتتشرف فيك، فانت عارف ده، هو بينقل لك ده طبعا. ميرسي حبيبي، ربنا يخليك. لا يا محمود، مش مجرد فخر وقول لي يا بقى، محمود، يعني يا شعورك في محمود الوقت ده ارجوك طبعا قول بعد له ما، انت يعني ستيفن الوقت ده كنت هوكينج بتفكر في بتاعنا. ايه؟ يعني كنت بتفكر في ايه بالظبط؟ واكيد كان هيبقى في صعوبات هتقابلك. اوكي، هو في الاول خالص انا قعدت طبعا في غيبوبه تماما مده 4 شهور تقريبا، وبعدين بعد سنه بالظبط عرفت ايه حالتي، وقعدت سنه ونص ما بتكلمش اصلا، وبعدين من خلال التراكيوستومي اللي هي التالتس الفضل البزوري دي اللي بتقفل وتفتح الحمل الصوت ده، اللي قدرت اتكلم بيها. فانا قعدت في مستشفيات سنه ونص بالظبط، 2 في مصر 2 في المانيا، واحده تانية في مصر بعد ما رجعت. بالمناسبة يوسف بيقول لك إن أنت ستيفن هوكينج بتاعنا. ثانك يو حبيبي، يعني إيه؟ هو حابب ينقل لك ده لأن هو مبسوط بيك جدا يعني. ثانك يو، ثانك يو، سي يو، انا اكتر.